غاندي كان معروف أنه إذا أخطأ أحد طلبته إيش كان غاندي يسوي؟ كان غاندي يصوم، كان يصوم، كان يستشعر أنه خطأ هذا الطالب بسببه لأنه هو المعلم. فإذا أخطأ الطالب إذن أنا أكيد أخطأت في شيء في تعليمي. فكان يعني عندما يغضب يغضب على نفسه مش على الطلبة، ويصوم ويرى ذلك الطلبة ويتأثروا، يتأثروا أنه شوف كيف قاعد يلوم نفسه، وبالتالي يصححوا أخطاءهم بهذه الطريقة. أو المعلم اللي مستشعر مسؤوليته، إذا الطلبة كان فيهم خلل لازم يسأل نفسه على طول إيش بسوي غلط، إيش ممكن أسوي علشان أحسن من أدائهم. الدعوة أنه نزيد من جرعات المشاركة في كل المواد، وهذا موضوع مسؤولية وزارات التربية والتعليم بشكل عام، وأيضا مسؤولية كل مدرس. يعني كل مدرس يسأل نفسه، هل هو قاعد يدرس بأنه يقف 40 دقيقة مدة الحصة ويشرح ويتكلم، أم بيجيب الطلبة بيشركهم وبالتالي